الألعاب دائما تحاول تصير واقعية أو تقدم رسوم ثلاثية الأبعاد، لكن توجه فني غير مميز. فاليوم جبنا لكم خمس ألعاب قدمت لنا توجه فني جذاب ومميز. وقبل ما نبدأ لا تنسون اضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. والحين خلونا نبدأ. أول لعبة معانا هي لعبة غريس، وتعتبر لعبة منصات مغامرات من مطور مستقل الأسباني نومادا، واللي اصدرت في شهر ديسمبر من 2018. اللعبة تحكي قصة بنت اسمها غريس اللي تقوم على كف يد مكسر تابع لمجسم حرمة ضخم. أول ما تقوم من النوم تحاول تغني، وبعدين خنقت وراح صوتها، واليد اللي هي جالسة عليها تتكسر بشكل كامل، ومن هنا تطيح شخصيتك إلى عالم ميت ما فيه ألوان. ولما تتقدم راح تبدأ تجمع نجوم، وهاي تعطيك مهارات مختلفة. إذا كونت مجموعة نجوم بالسماء العالم ترجع له ألوانه الخلابة، ويبالك توجه الفني الساحر اللي موجود في اللعبة واللي يركز بشكل أساسي على الألوان المائية. ومع كل لون جديد يطلع لك العالم بيصير أجمل، وهذا خلاها واحدة من أبرز ألعاب من التوجه الفني. لعبة كابهيد عقدت الكثير بصعوبتها، وهي عبارة عن لعبة منصات على قتال من تطوير فريق مستقل كندي اسمه MDHR. هذا الفريق بدأ العمل على كابهيد من سنة 2010، وأعلن عنها أول مرة من 2013، وصدرت أخيرا على الإكس بوكس بشكل حصري مؤقت في 2017. وكانت تتميز بأسلوب رسوم يدعى رابر هوز، وهذا الأسلوب كان معتمد بشكل كبير من رسامين في أمريكا الشمالية في الثلاثينات، وسمي بهذا الاسم لأن كل يدين ورجول حقت الشخصية ما فيها أطراف، وهي أشبه بالأنابيب. اللعبة كانت تتميز بقتالات الزعماء اللي كل واحد عطاك تجربة فريدة من نوعها، وخلتك تتحمس لأفكار الزعماء القادمة. اللعبة ما وقفت هنا، فهي عطتك مراحل منصية تقدر تتجول فيها، وأضافت عناصر RPG خفيفة عن طريقها تقدر تخصص شخصيتك وتعطي أنواع الأسلحة مختلفة وضربات خاصة. وأكثر شيء كان يميز اللعبة هي تصميم الأعداء المجنون، كل واحد منهم له طريقة تهزمة خاصة فيه، وكل واحد منهم يقدم لك طريقة خاصة في أول ما يطلع لك، وخاصة أيضا لما يموت يتغير شكله. ويند ويكر، ويعتبر عنوان ذا ليجند اوف زيلدا على جهاز الجيم كيوب سنة 2003، وبعدين اصدرت منها نسخة محسنة على جهاز الويو في 2013. بدأ العمل على هذا المشروع قبل انهاء لعبة ماجورز ماسك، وكانوا يعملون عليها بنفس الوقت اللي كانوا يطورون فيها جهاز الجيم كيوب. هي كانت عبارة عن لعبة عالم مفتوح في جزر متعددة في بحر كبير تكشفه بقاربك. التوجه اللعبة الفني كان جميل ومختلف عن سابق العاب زيلدا، بحيث كان كرتوني ومليء بالتعابير المختلفة لدرجة انك تنسى انك قاعد تلعب لعبة. والمثير في هذا التوجه هو حتى بعد مرور اكثر من 16 سنة على نسخة الجيم كيوب من اللعبة لم تعمر وتصبح قبيحة مثل اغلب الالعاب اللي كانت تحاول تكون واقعية في بداية الالفينات، وهذا السبب توجه الفني اللي صار اجمل بعد ما عملوا ريماستر الويو. راكوغاكي شوتايم، لعبة يابانية اسمها بالانجليزي جرافيتي شوتايم من 1999، واصدرت على جهاز بلاي ستيشن الاول من تطوير الفريق الياباني تريجر ونشر شركة إينكس، إلى الآن تعتبر جزء من سكوير إينكس. وهي عبارة عن لعبة قتال ثلاثية الأبعاد في حلقة كبيرة. تتميز اللعبة برسومها اللي كأنها طالعة من دفتر طفل في الابتدائية مرسومة بالألوان الشمعية. اللعبة حصريا فقط لليابان، وهذا كان أسلوب قتالها يركز على رمي كور مثل الدوج بول، لكن بدون الخط بالنص اللي يقسم الفريقين. اللعبة توفرت لفترة محدودة بسبب مشاكل في حقوق ملكية الشخصيات بين شركة تريجر وإينكس، وهذا خلاها نادر جدا لأن الشركة الناشرة ما طبعت نسخ كافية للعبة، ورفع سعرها حتى بعد ما نزلت بفترة ووصل إلى 150 دولار. سكال مونكيز هي لعبة من تطوير فريق نيفرهود الأمريكي، وفيها المصمم والرسام دوغ تانبي اللي اعطانا لعبة ايثوم جيم، ونفس نيفرهود قدم لنا ايضا لعبة المغامرات ذا نيفرهود وجزء التابع سكال مونكيز، لكن لعبة منصات على عكس ذا نيفرهود اللي كانت مغامرات من نظام بوينت اند كليك. توجه الفني لهذه اللعبة كان صلصالي او معجون، البيئة من حولك والشخصيات كأنها مصنوعة من صلصال، وفيها وقتها كانت مميزة وتشبه بعض الكراتين الموجودة في التلفزيون ذاك الوقت. وأقرب مثال هو مستر بوغس اللي كنا نعرفه، في البداية يكون زي الصلصال المعجون بعدين يقبل الكرتون لما يبدأ. وهذه كانت خمس ألعاب قدمت لنا توجه فني مثير للاهتمام. عندكم ألعاب ثانية ما ذكرناها اكتبوا تحت بالكومنت. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.